بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بيانبا، سعادة مدراء العموم بالهيئة الملكية، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حفلنا الكريم، هذا صباحكم فما أجمله بكم، وهذا حضوركم فما أبهاه بوجودكم. تعاونتم وكان تعاونكم مقدرا، أنجزتم وكان إنجازكم محل فخرنا. نلتقيكم من جديد والإنجاز شعارنا والصالح المشترك عنواننا. وهذا أيها الكرام هو حفلنا وحفلكم، ونحن وإياكم شركاء، فأهلا بحضوركم ومرحبا بتشريفكم. تزدان بكم الأيام وتتحقق معكم الأحلام، ولأن القرآن هو ربيع القلوب ونورها وبهجتها وسرورها، فهذه آيات من كتاب الله الكريم يتلوها القارئ عمار الشمراني لنفتتح بها هذا الاحتفال البهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي، بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حفلنا الكريم، اجتمعنا قبل المهرجان لهدف كبير، والأهداف الكبيرة لا يحققها إلا جهد كبير، وكل من حضر في هذا اليوم هو شريك في نجاح الأمس، أمس الذي أبهر فيه المهرجان الزوار وارتفعت فيه أنواره، أمس الذي ازدانت فيه ينبع الصناعية لمهرجان زهورها حتى أصبح بهجة وطن ومواطن وليس منطقة أو مدينة. خطط ووجه وسطر نجاحات تنموية وإبداعية، ومهرجان الزهور والحدائق ما هو إلا فيض من غيظ. أيها الحفل الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع سعادة الدكتور علاء بن عبد الله نصيف يتحدث إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً، أنا اليوم في قمة سعادتي في الإنجاز الذي حقق الكتب
الماضية. لله الحمد، كل عام ندخل في تحديات جديدة، وأثبت شبابي ورجالاتي في الهيئة الملكية في يومه من قادرين على هذا التحدي رغم من كثير من الصعوبات اللي مرينا فيها بجميع المجالات بدون استثناء، إلا أن لله الحمد في كل عام في أعمال كثيرة هذا جزء منها نثبت للجميع أنه إحنا قادرين، أنه إحنا نخطط فعلا ونضع أهداف وننجز. سعيد جدا بكل إنجاز منكم، سعيد جدا بروح العمل الموجودة اللي أصبحت الآن الكل يتكلم عنها في قطاعات الهيئة الملكية، وفعلا بنتعامل وكأن الهيئة الملكية هي حياتنا وهي بيتنا وهي مكان عملنا ومكان رزقنا والمكان اللي كل واحد فينا فخور به، مش أنا بس لوحدي اللي أنا أكون فخور، كلنا فخورين بالصرح العظيم هذا اللي الله أكرمنا بأنه نعمل فيه، والله وفقنا بأنه يكون عملنا ظاهر، والله وفقنا بأنه ننجز إنجازات ملحوظة ومراقبة من الجميع. أنا اليوم أنا محضر كلمة حقيقية، فوجئت في الصباح اليوم قالوا أنه في كلمة، لكن أنا ما أتكلم مع ناس بعيدين عني، الكل إخواني وأبنائي، وبالتالي الكلام اللي أقوله خارج من قلبي متأكد يوصل لقلوبكم. فخور جدا بكل الجهد اللي بذل، فخور جدا بكل العمل اللي بذل. بالتأكيد في ناس كان لهم دور جدا كبير أكثر من ناس، ولكن عمل الصغير والكبير في الإنجاز هذا كان له دور كبير في وصوله لما هو عليه اليوم. اليوم أحب أطمئنكم أنه على مستوى المملكة بالتأكيد بدون منافس المهرجان ده المهرجان الأول في المملكة، بكل المهرجانات اللي سارت من قبل، كل المهرجانات اللي بتقام الآن في مدن مختلفة ومدن أضعاف حجمنا كمدينة، إلا أنه ما وصل أحد لما وصلنا إليه في تنظيمنا في برامجنا في أعمالنا في دقة العمل اللي بيقدم في المهرجان هذا، رغم أنه في تعب أشكال وألوان. أنا متأكد أنه البعض منكم يعرف جزء من البعض، والبعض عارف كل متاعبه، سواء متاعب فنية متاعب أمنية متاعب اجتماعية، يعني أشكال وألوان زي ما نقول، ولكن أنا دائما أنظر لهذه الأمور إنه هذا تحدي، والإنسان كل ما دخل في تحدي وما يقدر ذا التحدي فهو بيقوى، لأنه بيضيف جزء جديد هو ما عرفه أو ما تعلمه. من أهم وأنا أعتبرها من أجمل الأشياء إلى السنة زملائي في قطاع التشريع والصيانة مع زملائي في الكليات والمعاهد نجحوا في أنه شاركوا أبناء الطلاب وبنات الطالبات، وأنا أعتبر هذه أكبر خطوة نجحنا فيها هذا العام. ما أذكر الرقم بس أعتقد أنه إحنا كان عندنا من أبنائنا ما يقارب 400 طالب وطالبة غير أعضاء هيئة التدريس أو عضوة هيئة التدريس. بالنسبة لي طول عمري أنا أقول أبنائنا هذول عبارة عن جيش يحتاج أحد بس يوجههم إيش سووا، وعمره ما من خبرة الأكاديمية وخبرة العملية عمره ما فشلونا، بالعكس كان كل مرة عبر ال 15 سنة الماضية اللي أنا أعمل في الأكاديمية والأعمال الموجودة عندنا كانوا أفضل رسل وكانوا أفضل منفذين لأعمال وكانوا مثال جيد نوري للدنيا كلها كيف أولادنا وكيف بناتنا يستطيعوا أن يشاركوا في العمل وبدون الدوشة اللي نسمعها والإحباط اللي دائما نسمعه إن أولادنا وبناتنا جيل غير منتج، جيل فاشل، جيل متسيب، جيل بس حق لعب وكلام فاضي. طول عمري أنا ضد المبدأ ده وأقول أبنائي وبناتي دائما فيهم الخير، لكن السن حقهم يتطلب إنه يقوموا بأعمال مو زي رجال عمره 40 سنة ولا 50 سنة، كل اللي يحتاجه فقط توجيه ورعاية وعناية. وأكد لكم دائما في أي عمل إذا طلبتم من أبنائي وبناتي في كلياتنا ومدارسنا راح يقوموا بالعمل ده على أوجه على أكمل وجه،
وعلى أجمل وجه نحن نقبله كمسؤولين وكآباء وموظفين في الهيئة الملكية. اليوم التكريم اللي نحن بنسعى إليه حقيقة لا يليق بالعمل والجهد إلى بدر، ولكن أقل القليل بالرغم من انشغالي وسفري والارتباطات اللي كل يوم نحن نواجهها والتغييرات اللي بتحصل، لأني كنت حريص كل الحرص إنه الموجود من الزملاء اللي عملوا في المهرجان أكرمهم بنفسي، وعدت المهندس صالح إنه للكليات والمعاهد المتطوعين اللي كانوا معانا في البرنامج ده بإذن الله بعد يداوموا من إجازاتهم حكون سعيد إني أكرمهم كمان في برنامج تاني. التحديات حقتنا ما حتنتهي، وطول ما أنا موجود هنا أنا بإذن الله حكون مع الكل عشان نتخطى أي تحدي يواجهه اللي يضمن للهيئة الملكية بينبع بإذن الله إنها تكون دائما في الصدارة. مكاننا في الصدر، نحن عمرنا ما لازم نكون في آخر الصف. إذا ما كنا في الصف الأول أنا ما أقبل، ما عندي أي عضو مثليني في الصف الأول في كل أعمالنا، سواء في التعليم أو في الصحة أو في الخدمات الاجتماعية أو في التشغيل والصيانة أو الفنية أو الاستثمار، ما عندنا أي مجال نكون في الصف الثاني ما بالك في الأخير. إحنا دائما في الصف الأول، وأنا فخور جدا بكل شاب موجود وشاب في الهيئة الملكية، وفخور بالأعمال اللي بيقوم بها. نحن نفسد عليكم، انتم ثروتي الحقيقية اللي أنا فخور بها، واللي دائما أتغنى بأنه الهيئة الملكية بينبع رجالاتها هي حقيقة ثروتها. أنا أشارك معاكم عملنا أهداء ما هو عمل محلي. اليوم بنتكلم عن مهرجان قبل 7 سنين كان المهرجان ما هو موجود، لكن في 7 سنين وصلنا للعالمية. اليوم المدينة والله الحمد أصبحت يعني تفرح وتفتخر بأشياء كثيرة. قلت لزملائي الأسبوع الماضي لازم كلنا نفتخر بمدينة ينبع الصناعية. المدينة الصغيرة هذه أصبحت جزء مهم في مشاركتها في الاقتصاد الوطني. إحنا بنشارك بما لا يقل عن 10% من الدخل المحلي للدولة. هذه المدينة الصغيرة، وهذا ما هو جاي من فراغ، هذا جاي من الرجالات هذه في جميع القطاعات بدون استثناء، هي السبب في أنه وصلنا للمرحلة هذه. أتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى للجميع دائماً النجاحات. وزي ما سمعتوني قلت إحنا ما نشتغل عشوائي، إحنا عندنا خطط نشتغل عليها لـ20 سنة القادمة. ممكن في ناس تستغرب، أنا من الناس اللي ما أضيع أكثر من 10% في العمل اليومي قد ما أمضي وقت أكثر بالتخطيط للمستقبل للـ20 سنة القادمة، كيف نتمنى نشوف المدينة حقتنا. فما نحلم نحن ولا نتمنى وننام، نحن نخطط لمستقبل المدينة دي اللي نضمن بإذن الله أن نكون مشاركة وفعالة لاقتصاد الدولة ولإسعاد المواطنين وإدخال البهجة في قلوبهم حسب ما كلنا نقرأ ونشوف ونسمع توجيهات سيد خادم الحرمين الشريفين في إسعاده للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. احنا اليوم فخورين بما قدم وفخورين بإذن الله بالآتي، وأتمنى للجميع التوفيق. أحب أشكركم جميعا فردا فردا، بالتأكيد المهندس صالح الزهراني وزملائه في قطاع التشغيل والصيانة فردا فردا، ما أبغى أنسى واحد من مدراء الإدارات، والمهندس هاني رضا كان النائب حقه حقيقي في كل أبلى بلاء حسن، الزملاء في القطاعات الأخرى بلا استثناء، التشغيل والصيانة، الإدارات، الخدمات المساندة المالية الفنية، الخدمات العامة، كل القطاعات حقيقي بذلت مجهود تشكر عليه. وهذا المجهود اللي انتم شفتوه يعني لازم الكل يعرف انه مجهود سنة وليس مجهود يوم او يومين. الاجتماع الاول دائما يحصل للمهرجان اسبوع بعد ما ينتهي المهرجان،
ربما يذكر الشباب بس ما شفت الصورة حقت الاجتماع الأول الحق. ياخذنا سنة من يوم ما نبدأ ألي ما فعلا تشوف المشروع في تاريخ افتتاحه. أشكركم جزيلا وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله إلى عام جديد بتحديات جديدة وفرص جديدة. كل عام وأنتم بخير. شكرا. فليتفضل سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع الدكتور علاء بن عبد الله النصيب لتسليم المكرمين شهادات شكر وعرفان لما قدموه من مساهمات وهم على النحو التالي. القطاعات المساندة للمهرجان سعادة مدير عام الشؤون المالية. سعادة مدير عام الخدمات المساندة. كان يقف خلف هذا النجاح رجال أشداء كان لهم بالغ الأثر في تنظيم وتسهيل كل العوائق في المهرجان وفن التعامل مع زوار المهرجان. هم رجال الأمن الصناعي. مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة محمد بن علي شريف. عبد العزيز بن أحمد الغامدي. محمد بن عبد الله المبارك. عبد الله بن محمد القحطاني. رجب بن جمعان الزهراني. سنيد بن محمد ابو رحيله. عبد الرحمن بن امير الصبحي. محمد بن حامد العقيبي. مروان بن سالم الحبيش. رياض بن احمد الهوساوي. راكان بن خضر الأمري. نديم بن محمد العلوي. محمد عبد الله الأنصاري. خالد بن سليمان اليوري. عبد العزيز بن سعيد الرفاعي. عبد الرحمن بن حسين الرفاعي. يوسف بن مرشد الرشيد. سالم بن احمد باوزير. رائد بن عبد الله العنزي. عمر بن دخيل الله المولد. يزيد بن حامد الجهني. عبد المجيد بن محمد السيد. عبد بن محمد العمري. محمد بن حمدان الهيمي. فهد بن حميد الحبيشي. فهد بن حميد الحربي. محمد بن عبد المحسن الحربي. حصان بن عبد الله الزهراني. تركي بن صالح الأحمد.
مدير إدارة العلاقات العامة. مدير إدارة المشتريات والمصنعات المهندس صلاح الدين بن حسن طولة. مدير إدارة النقل والمعدات يحيى بن محمد الشيخي. فهد بن عيرة المالكي. مدير برنامج الخدمات الصحية المهندس رأفت إدريس. لقد اجتمعت روح العمل لتحقق هدفا واحدا وهو النجاح وهو التميز، وتم ذلك ليس كذلك بحسب بل باحترافية عالية. حان الآن دور تكريم اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق وهم على النحو التالي: المهندس هاني بن عبد الرحمن عويضة، المهندس بندر بن مسفر السليم، المهندس رأفت بن محمد السليماني، المهندس جاسم بن أحمد كلفوت، المهندس فهد بن دخيل الله العتيبي، المهندس محمد بن حسين شعيرية، المهندس عبد الرحمن المطير، المهندس شادي بن محمد شهاب، المهندس خالد بن علي الرامدي، المهندس أحمد جبريل فلاتة، المهندس سامي غانم الجهني، المهندس مهند بن منصور أبو رزيزة، عبد العزيز القايدي، المهندس عبد المحسن بن عبد العزيز عثمان، المهندس عبد الله بن علي صلاحي، المهندس محمد بن احمد الاحمدي، المهندس وائل بن عبد المجيد التركستاني، المهندس محمد بن عبد الكريم السيد، المهندس احمد فاروق خوجة، المهندس طه بن صبري العزوني. المهندس عثمان الزهراني. المهندس إبراهيم رمضان برناوي. المهندس عدي بن عبد الله عارف. المهندس بندر بن خالد مسعودي. المهندس
مسعد بن راجي الأحيوي. المهندس ناجي محمد نايل. المهندس مالك فيصل. المهندس صبح إبراهيم ضيف. رجب كمال سالم. المهندس وائل عبد الرؤوف هيكل. السيد كارليتو ريس. الدكتور عثمان عبد. المهندس يوسف بن عبد القادر إبراهيم. فيصل علم الجبيلي. فيصل بن أحمد أسيري. ممدوح بن عبد الرحمن الحائطي. سامي بن ثامر البستاني. سلطان بن عبد العزيز حمدي. هشام القاضي. تركي فتحي عباجة. غسان بن محمد الانسي. عبد العزيز بن عطية الزهراني. عبد المحسن بن مفلح الكوكبي. مصطفى رفيق بن مبارك. عادل الرحيل. المهندس نايف بن أوس حالي. عبد الله بن خالد السني. سلطان بن أحمد العلاوي. ياسر بن حمدان حسين. صلاح رداب الشقرة. صلاح رداب الشقرة. عليزة بن حمود الألولي. ريمانيت سي بيرمن. إيان جي إبارة.
عبد الله إدريس سليمان. روي ساندرز. محمد رشيد. زياد ناجي العلوي. عبد الهادي الحمدي. محمد بن داخل الصبحي. مؤيد بن عيد الحلاوي. مؤيد بن عيد الحلاوي. موسى بن سالم الحمدي. رواق خلاق. أحمد صلاح أحمد. محمد الدياس تفضل. المهندس عبد الرحمن راجح الزايدي. شاكر بن راجي درويش. أحمد عاصم. عماد بن محمد الرفاعي. السيد مورلي داسان. السيد مايكل تيجادا. عارف بن جر القحطاني. محبوب بن سلامة حداد. ماجد بن عبد الله الحلاوي. ماجد الصبحي. محمد بن بكر الرفاعي. ماجد المرواني. مصطفى حسين. حامد الخصيبي. عبد الله مراد الألولي. عبد الله ناجي العلوي. علي دعي على العلوي. محمد مسلم العلوي. فهد بن علي الحلاوي. هاني بن سويلم الرفاعي. ماهر سالم باع عمان. علي بن عبد الخالق ابو زهره. محمد ماهر النداد. سلمان هاني عويضة.
ضامن فيك البيت. بشير القسام المنوسة. يزيد أسامة البكري. عمار بن ياسر السمراني. عبد الوهاب بن علي العمري. وكامل بن عبد الله الخلاوي. مدير عام التشغيل والصيانة المهندس صالح بن عبد الله الخلاوي. في خاتمة هذا الكل مفال مهرجان الزهور والحدائق 11 يتقدم سعادة مدير عام التشغيل والصيانة رئيس مهرجان الزهور ومدراء إدارات قطاع التشغيل والصيانة بتسليم عراب المدينة قائد النجاح الأول سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع درعا تذكارية من مسألة المسألة المسألة. في الختام نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.